عليهم كوكبة من طلبة كلية الشرطة من السنوات الدراسية المختلفة، ثمرة إعداد نخبة من رجال العمليات القتالية ذوي القدرات الجسمانية الخاصة. ومن خلفهم مجموعة أخرى من طلبة الكلية خريجي كليات الحقوق الذين باتوا رجالا أشداء يظهرون أجسادهم الفتية. ونشاهد مجموعة من المركبات والمدرعات التي تستخدم في المهام الخاصة، تتقدمهم ناقلة القوات المنضمة حديثا لقطاع الأمن المركزي، ويعلوهم نخبة من طلبة أسود الغد يستعرضون قدراتهم العالية وشجاعتهم الفائقة، وجوه تنطق بالجدية وبالعزيمة القوية، أجسام قوية البنيان تتصدى للعدو مهما كان. وفي المواجهة تتوالى موجات النزول السريع بالحبال، وأمام المنصة نشاهد نخبة من طلبة الكلية يستعرضون قوتهم البدنية بسواعدهم الفتية. حيث يقوم الطلبة بتكسير القوالب الإسمنتية أعلى أجساد زملائهم القوية. تكمن أهمية هذه التدريبات في أنها تنمي لدى الطلبة القوة البدنية العالية والاستعداد لاجتياز التحديات وتخطي العقبات التي قد تواجههم أثناء العمليات. الحفل الكريم